وان شاء الله هتجبروها في السوق بوغ لا كوموند من دابا، وكتباع ما بين 17 مليون حتى 19 مليون ونص. الوغ هذه سياره كروس اوفر ثلاثه الابواب، عندها خدامه بالبنزين، عندنا جوج موتوريزاسيون 3 سيلندر و 4 سيلندر، وان شاء الله هتجبروها في السوق مبدا من 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 بوغ لا كوموند من دابا، وان شاء الله في شوارع ديال المغرب مبدا من سبتمبر، وكتباع ما بين 17 مليون حتى 19 مليون ونص حسبا على لي زوبسيون. ونتمنىكم تفرحوا وتنتوما تعتبروها سيارتكم سياره مغربيه ديالنا اللي مفتخرين بها. الوغ هذه السياره فرحانين حيت قدينا استطعنا نديروا فيها اكثر من 65% ديال قطع الغيار اللي هما مصنوعين ومصممين في المغرب، وكنقدوا دابا نوريو الجوده ديال لاندستري ديال المغرب اللي تطورات في البلاد النظره العليا ديال سيدنا الله ينصرو لهذه اكثر من 20 عام هو كيشجع المغاربه المغرب باش يولي اون بلاتفورم اندستريال بيست كوست احسن كاليتي في العالم. دابا فاش كتقول سياره مصنوعه في المغرب هي سينونيم دو كاليتي فوالا، دونك الحمد لله حنايا مشينا على هاد لاكاليتي، وهنا كنشوفوا اكثر من 30 شركه مغربيه اللي هما في المغرب اللي قدوا يسلمونا قطع الغيار ديالهم باش تعنا نصوبوا هاد السياره. شكرا. مجله ليلى العروسه، اخبار حصريه بجوده عاليه. لا تنسوا الاشتراك في القناه للمزيد من الأخبار.